وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. النفس اللي همها عالية الجسد يتعب عليها. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل عليه عائشة ويدخل عليه بلال يقوم الليل حتى تتفطر قدماه؟ ليش؟ لأن عنده هم عالي ما يهمه، الرجل تتشقق، الدم يسيل، الرباعية تكسر، الوجه يشج، كل هذا ما يهم. أنا وراي جنة عرضها السماوات والأرض، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذا قالوا لك أين تريد أن تصل بالطريق، قل أريد القمة، أنا ما أرضى بالوسط، أنا ما أرضى بالدون، أنا لن أقبل إلا بالقمة. ولهذا إذا سألتم الله فاسألوه شنو؟ فردوس. لا تطلب أي جنة، أطلب الفردوس أعلى مكان. قال فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. قال وأوسط الجنة ومنه تفجر الأنهار وفوقه وسقفه عرش الرحمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. مو تقول أنا أبي فردوس وانت جالس. أحد الصحابة وضأ النبي صلى الله عليه وسلم صبله الوضوء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال له سلني، سلني ما تريد، أطلب اللي تبي. وهذا رسول الله، يعني لو طلب من ربه لأجابه الله. لو أي إنسان ربما يطلب جبالا من ذهب وربما يتزوج حبيبة له، أقل شيء أقل شيء يعني لو تجاوز قال أبي أدخل الجنة. لا، الرجل ذكي. تقول طلب الفردوس أعلى مكان في الجنة؟ لا، أذكى. شنو بعد الفردوس؟ أراد أفضل مكان داخل الفردوس. وين؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة، أفضل مكان أكيد. أنت وين ما تروحكم معك. شفت الذكاء الصحابة؟ قال إذن إذا تبي هذه المكان العالي، هذه القمة، أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا كنت في أمر مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. إذا تبي توصل لأمر لا تطلب بأقل من النجوم، خل همتك أن تصل للنجوم. إذا كنت في أمر مرومي، إذا تبي تطلب أطلب العالي. إذا كنت في أمر مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. نفس الشيء ترى بيصير، الموت هني ولا هني، هو الموت واحد. إذا أردت أن تطلب فاطلب أعلى الأمور. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم الواحد فيهم يتقدم في المعركة كأنس وهو يقول إني أجد ريح الجنة دون أحد. قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. لا تيأس إذا أردت القمة، إذا أردت أعلى المراتب لا تيأس، لا تحاول مرة وتفشل مرتين وتفشل وتجلس. واسمع لي هذه القصة لرجل اسمه تيمور لنك، سمعتم به، قائد فعل ما فعل هذا الرجل. بس أضرب لك الشاهد على قصته، شوف المثل، مثل الإنسان الذي يريد أن يصل سواء حق ولا باطل، يبي يوصل لشيء مو من أول مرة يعجز، فشل مرة وجلس في بيته، لا لا لا، اللي يبي يصل للقمة حتى لو سقط مرة ثانية، لو سقط مرة ثالثة، لو سقط مرة رابعة، مرة 20 لين توصل. إذا أردت القمة لا ترضى بأقل منها. تيمور لنك كانت عنده جيش، كان عنده جيش، انكسر الجيش، انهزم، ففر الناس، تفرق الجيش، هرب. وين راح؟ دخل إلى مغارة في جبل، هرب من الناس، دخل في المغارة وجلس وهو حزين منكسر، شلون جيش ينهزم؟ فإذا به وهو مستلقي شاف نملة، نملة تصعد على الجدار، صعدت 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 صعدت، توها تبي توصل كان تطيح، صعدت مرة ثانية، بدأ تيمور لنك يعد لها، مرة ثانية قربت تبي توصل سقطت، مرة الثالثة، المرة الرابعة، المرة 16 وتطيح وما تمل، المرة رقم 17 وصلت. فتعلم منها درسا، قال نملة، نملة تصبر 17 مرة حتى وصلت، وأنا رجل ما أصبر 17 مرة؟ فرتب الجيش مرة ثانية وقال لهم سنقتحم مرة ثانية، وفعلا جمع الجيش، وبالمرة الثانية لأن عنده إرادة قوية وصل.
وانتصر. لا تيأس من أول محاولة ولا من ثاني محاولة ولا من ثالث محاولة. ابدأ واعزم، فإذا عزمت فتوكل على الله. تريد القدوة؟ اجعل لك القدوة أعلى المراتب في الأرض. من هم أفضل الناس؟ من أفضل الناس في الأرض؟ الرسل. الله عز وجل يبينا مو بس الرسل، أفضل الرسل من؟ أولو العزم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر، طريق طويل، طريق شاق. الخواف يظل طول عمره تحت، الجبان طول عمره جالس، ما راح يصعد، ما راح يرقى الجبال. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. اللي جالس طول عمره يخاف أن يرقى جبلا، أو أنه يتجاوز نهرا، أو أنه يجرب أي محاولة، هذا الجبان الخواف راح يعيش طول عمره بالحفر. لكن الشجاع سوف يصل إلى القمة ولو بعد حين. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. كن شجاعا. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت الأعراب، العرب كلها ارتدت، وخاف أهل المدينة على أنفسهم، إلى درجة أن بعض أهل المدينة من الصحابة كان الواحد خايف على أهل بيته. خلاص العرب رموهم عن قوس واحدة، كل الناس حول المدينة ارتدوا إلا من رحم الله، وأرادوا غزو المدينة. وكان في المدينة جيش فيه كبار وأبطال الصحابة بقيادة من؟ أسامة. لم يسر، كان يفترض أن يسير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي جلس. فجاء أبو بكر قال للجيش، جيش أسامة، انطلق. فجاء الصحابة، ماذا تصنع يا أبو بكر؟ احنا ما نستطيع نحمي أنفسنا الآن من الناس اللي ارتدت، وأنت تسير الجيش إلى الشام؟ قال لا أوقف جيشا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرساله، مستحيل، هذا النبي أمر بإرساله. قالوا يا أبا بكر ماذا تصنع؟ قال والله لأنفذن أمر رسول الله. وفعلا سار الجيش فيه كبار الصحابة، أقوياء الصحابة. شو اللي صار في عند الأعراب؟ كلهم خافوا من المدينة، قالوا أي أمة هذه في هذا الوضع تسير جيشا تقاتل الروم؟ إنها لأمة قوية. فارتعب الناس كلهم وجلسوا. شوف ذكاء أبو بكر. ثم حمل السلاح قال نقاتل. قال تقاتل من يا أبا بكر؟ أبو بكر فكر بالقمة، ما يفكر بما دونها. قالوا تقاتل من يا أبا بكر؟ قال أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، كل من منع الزكاة أقاتله. قالوا من معك يا أبا بكر؟ من سيقاتل معك يا أبا بكر؟ قال والله لأقاتلنهم لوحدي بروحي، حتى تنفرد سالفتي، حتى يخرج رأسي من كتفي، سأقاتل والله لو تركني الناس جميعا. وفعلا اجتمع الناس حوله وكسر شوكة المرتدين. لولا وقفة أبو بكر، أبي بكر في ذلك الوقت، لربما ضاع المسلمون. لكن رجل مثل أبي بكر ما يتهيب صعود الجبال، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. شنو همك؟ شنو هدفك بالحياة؟ ايش تبي تصير؟ قل حق نفسك أنا ما راح أقبل إلا بالقمة، أنا ما راح أقبل بأي شيء. في واحد اسمه كافور الأخشيدي، كافور الأخشيدي عنده صاحب، هو عبد وعنده صاحب عبد، يباع ويشترى، يبيعونه بالأسواق في سوق مصر. كافور جالس مربوط، وجنبه صاحبه المملوك الثاني هم مربوط، فينتظرون واحد يجي يشتريهم، كل واحد ينتظر من يشتريه، عبيد يباعون يشترون. فكافور يسأل صاحبه يقول ماذا تتمنى الآن؟ من تتمنى يشتريك؟ وشنو تتمنى تصير؟ فصاحبه يقول أنا أتمنى أن يشتريني رجل لأعمل له طباخا، ودي واحد يشتريني يحطني طباخ. قال ليش؟ قال عشان إذا جعت وأكلت. شوف التفكير، ها تفكير ببطنه هذا، بس ما يتجاوز أكله وشربه، ترى في كثيرين مثل هذه الهمة ببطنه بس. قال وأنت يا كافور من تريد أن يشتريك؟ شنو همك بالحياة؟ قال أنا أريد أن أملك مصر كلها.
وهو عبد يباع واشترى، فضحك عليه صاحبه، مجنون هذا، اشتراه قائد وكان قويا كافور. فلما وثق به قائد من قادات مصر، وثق به سلمه جيشا وصار قائدا على الجيش، وارتقى به الحال حتى صار نائبا للوالي. ولما مات الوالي ما وجد أحدا يوليه مصر مثل كافور، فصار واليا على مصر وملك مصر والشام وبلاد الحرمين. وتمر الأيام وتمر السنين، وإذا بكافور يوم من الأيام مع جيشه يمر على رجل فقير مسكين عبد يشتغل في الطبخ. من صاحب الأول؟ فقال لأصحابه: أرأيتم هذا؟ وقال لهم القصة. قال: أما هذا فقعدت به همته. اللي صار أن همه كان واطي فصار في هذا العمل الواطي، لو كان همه عالي لوصل إلى هذا المكان العالي. قل لي ما همتك أقول لك من أنت وماذا ستكون. من أراد أن ينظر إلى وجه الله عز وجل فليعمل، من أراد الفردوس الأعلى فليعمل، من أراد طلب العلم فليعمل. مثل ما كان بعضهم سئل: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بكور كبكور الغراب وسير في الأرض. يعني سهر وسير وعمل. البخاري 20 مرة يستيقظ في ليلته، 20 مرة. تدري شو يسوي؟ 20 مرة يستيقظ يشب السراج، السراج صعب مو مثل حنا الإضاءة، 20 مرة يشعل السراج، ينير الغرفة، يحط القلم بالمحبرة. شفت القلم بالمحبرة شلون صعب؟ علشان يتبلل يكتب كلمة كلمة، يأتي بالورقة يكتب خاطرة خطرت له وهو على فراشه. 20 مرة بليلة واحدة يكتب 20 خاطرة. لهذا صار الإمام البخاري. تريد القمة وانت نايم؟ تريد القمة وانت جالس؟ تريد القمة بلا تخطيط، بلا هدف، بلا حرص على الوقت؟ يعني أنا أستغرب من إنسان يريد القمة ووقته ضايع. سمعتم؟ اسمع لي قصة هذا الغلام. غلام دخل في القرن 19 الميلادي في أمريكا، دخل المدرسة لكن للأسف كان تفكيره ضعيف، يعني حنا نسميه اليوم في غباء، يسأل أسئلة غبية، في المدرسة ضعيف، تأذى منه المعلمون لأنه ما يعرف شيء، طردوا قبل 160 سنة تقريبا، طردوا من المدرسة. أمه كانت مثقفة زعلت على ولدها فجلست في البيت تدرس بروحها، طرد من ابتدائي. قامت الدرس 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 الكتب العربي الرياضيات عفوا الإنجليزي الرياضيات الكيمياء الفيزياء كل مواد العلمية، بدأت الدرس. درس الغلام بأمريكا وقام يشتغل، لأن أمه بروحها يروح وين؟ يروح محطات القطار يبيع لهم مجلات، يبيع مجلات ياخذ فلوس يصرف على أمه. مرت به الأيام، هذا الغلام قام يشوف الناس شلون يشتغلون بالتلغراف قبل توصيل الرسائل بالتلغراف، أعجب بوضع التلغراف صار موظف عندهم، وقام يستغرب شلون التلغراف هذا تذكرون اللي شاف أفلام القديمة بالأصوات، كل كم طقة يعني حرف، ويوصلون التلغراف من بلد إلى بلد، هذا وسيلة الاتصال الوحيدة عندهم. واستغرب شنو هالجهاز هذا العظيم، اشتغل عندهم ويصرف على أمه. أمه مريضت فجاب لها الطبيب وقال الطبيب: لازم عملية لأمك. طيب سوي لها العملية. قال: الحين بالليل ما نقدر. ليش ما تقدر؟ قال: السراج ما يكفي، السراج ما راح يضيء، ما في كهرباء والسراج ما راح يكفي للعملية، ننتظر حتى الصباح. قال: أمي يمكن تموت. قال: شو نسوي؟ ما في حل. فجلس هذا الغلام طوال الليل مقهور على أمه، ليش البشر والعالم ما عنده شيء يضيء الظلام هذا؟ فعزم: إلا أكتشف شيء ينير للناس الظلام. هذا الولد الغبي ها؟ فسوى تجارب، أكثر من 900 تجربة كلها فاشلة، كل ما يسوي تجربة تفشل، والتجربة في أدوات، وكل ما يسوي تجربة تفشل أكثر من 900 مرة. في النهاية اخترع اختراعا غير العالم كله. شنو اختراعه؟ المصباح.
توماس أديسون غير الدنيا اليوم. أنت اليوم جالسين بالخيمة وهذه المصابيح اللي قاعد تضيء لنا، شفتوها؟ ترى هذا الغلام اللي كان في المدرسة فاشل بتسعمية محاولة حصل على اللي يبيه. إحنا الواحد فينا يمكن لو من أول مرة يقرأ الكتاب ما لقط الكتاب. يا أخي حاول مرة ثانية، حاول مرة ثالثة، حاول مرة رابعة. حتى حفظ القرآن قد ما تفلح من أول مرة، قد ما تنجح من أول محاولة، قد تكون أول دورة لك أصعب وأفشل دورة، لكن كمل. إذا أردت أن تصير عالما تقدر تصير عالم، وإذا أردت أن تصبح داعية تستطيع أن تصبح داعية، وإذا أردت أن تغير العالم تقدر تغير العالم. لكن هل تستمر؟ هل عندك الهم؟ هل عندك القوة؟ أحمد ياسين هذا الرجل البطل اللي ما فكر إلا بالقمة، شل الرجل، جلس على كرسي يسحب، ويوم من الأيام هددوه بالقتل فضحك، قال يخوفوننا بالموت ونحن نطلب الشهادة أصلا. يخوفوننا بالموت، كيف يخوفونا بالموت ونحن أصلا ما نطلب إلا الشهادة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أصحابه على الوصول للقمة. يوم من الأيام في معركة بدر قال لهم قوموا، وين رايحين يا رسول الله؟ إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فوق فوق، روحوا للجنة، اللي يدخل الجنة يدخل. فإذا برجل من الصحابة يقول بخن بخن يا رسول الله. قال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال إلا أرجو أن أكون من أهلها، بودي أن أكون من أهل الجنة. قال إنك من أهلها. تخيل واحد على الأرض يمشي وهو مكتوب له من أهل الجنة، إيش حق يعيش؟ قال إنها حياة طويلة أن أكل هذه التمرات. رماها رماها وتقدم. تدري من الأشياء اللي تمنعك عن الوصول للقمة أحيانا بعض الشهوات والمعاصي. واحد متعلق ببنت أو يموت على الأغاني أو ينام عن الصلاة، هذا وين يوصل للقمة؟ هذا ما يستطيع تجاوز خطوة. الذي علق قلبه بالذنوب والمعاصي ما يصل للقمة أبدا. من أراد أن يصل للقمة يرمي الشهوات وراء ظهره. سمعتم برجل اسمه عبد الرحمن الداخل، عنده لقب يسمى صقر قريش، هذا لقبه به أظن أبو جعفر المنصور أو غيره، صقر قريش يسمى. والصقر ما ينزل على أي شيء وما يطير في أي مكان، صقر قريش عبد الرحمن الداخل كل الدولة العباسية كانت تطلبه. شفت هذا الرجل؟ دولة كاملة تدور عليه ما قدر عليه. وين راح؟ راح المغرب. وصل المغرب، فلما وصل أهل المغرب عرضوا له الحماية. اشتبي عبد الرحمن الحماية نعطيك إياها. قال والله لا أريد منكم حماية، أنا ما بحماية، أنا عندي هم أعلى من الحماية هذه، اجلس نحميك من القتل، ما همني القتل أصلا، أنا عندي هم أعلى. وين رايح؟ رايح الأندلس. وفعلا تجاوز البحر إلى الأندلس. فلما وصل للأندلس أجلسوه، يعرفون منه عبد الرحمن الداخل. يا أخوان ترى في بشر معادين، في ناس معادين، ترى تعرف أن هذا بروحه بألف، لو ألف رجل ما يصلون لمقدار أصلا. هذا الرجل لما وصل للأندلس أجلسوه وضيفوه وأهدوه جارية، يبون يوهنون من عزيمته فأعطوه جارية. أحيانا شهوات الدنيا توهن العزم. فلما نظر إليها كانت أجمل جارية جابوها له من الأندلس. فلما نظر إليها قال والله إنك من القلب والعين بمكان، يعني العين والقلب تشتاق إلى واحدة مثل هذه، لكن أنا همتي عالية، عندي همة كبيرة، فإن أخذتك وانشغلت بهمتي عنك ظلمتك، وإن انشغلت بك عن همتي ظلمت همتي، لا حاجة لي بك الآن واخروها عني، أنا عندي هم أعلى. وأسس دولته إنه عبد الرحمن الداخل، إنه صقر قريش. أسمعتم برجل اسمه عبد الرحمن سميط؟ دكتور أظن أكثر الحاضرين سمع به، راح إلى أفريقيا ما يملك إلا نفسه، ماكو شيء، ذهب يستطلع قبل عشرات السنين، فإذا به يدخل إلى قارة عظيمة لا يعمل فيها إلا المنصرون بس، النصارى يعملون عملهم وتنفق عليهم مليارات، وقرى كاملة كانت مسلمة تحولت إلى النصرانية، قرى كاملة، مدن، والمسلمون مستضعفون
والفقر قتل الناس. فقال بنفسه سوف أعمل في هذه القارة. بروحك يا عبد الرحمن ايش تبي تسوي؟ شوف الآن وهو على فراش المرض، تدرون أنه مريض؟ تدري كم إنسان دخل في الإسلام بسببه؟ أكثر من 10 مليون إنسان، أكثر من 10 مليون إنسان. هذا ما فكر تحت، فكر في القمة. هذا يتمنى الآن لو يقوم من فراشه ليكمل طريقه. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أحيانا الهمة العالية الجسم يتعب عليها، الجسم ما يتحمل. سئل الإمام أحمد متى يذوق العبد طعم الراحة؟ متى يذوق العبد، يعني العبد المؤمن ما يرتاح بالدنيا، متى يذوق المؤمن طعم الراحة؟ تدرون ايش قال؟ قال عند أول قدم يطأها في الجنة، هناك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارع إلى جنة عظيمة. إن الله يحب معالي الأمور، حديث هذا في صحيح الجامع. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. لو تسأل بعض الناس شنو هدفك في الحياة، ترى شيء فشل. بعض الناس شنو تبي توصل، والله كلام تافح. بعض المقابلات في التلفزيون يسألون بعض الناس أنا ودي أصير مغني، أنا ودي أصير نجمة، أنا ودي أني أكون لاعب. طيب وبعدين؟ هذه القمة؟ جلست أنا مع فاروق زومان أحد الإخوة السعوديين، أول شاب سعودي يرقى قمة إيفرست. سمعتوا فيها؟ قمة إيفرست أعلى نقطة أو قمة في العالم في الأرض، مو أي واحد يصعد. ترى شروط صحية، لازم جسمك ولا تموت. وكثيرون ماتوا بالطريق، ماتوا. في ناس تموت وفي ناس ما تكمل. القلة اللي يصعدون، بس لو يروحون 100 يمكن يوصلون 10، بس صعب وتدريب شهور. يقول حتى يوم من الأيام كنت في أحد الدكاكين في البلاد أستطلع الوضع، أبي أصعد القمة. يقول رآني واحد من الأجانب قال لي أنت من وين جاي؟ قال من السعودية. قال وين السعودية؟ فلما أخبرته في الجزيرة العربية وكذا، قال أنتم اللي درجة الحرارة عندكم 50 درجة؟ قال نعم. قال لا تفكر توصل، جسمك ما راح يتحمل، لأن هناك أظن 50 تحت الصفر يعني يوصل الأكسجين، ما في أكسجين نفس الأرض. يقول لما قال لي هذه الكلمات زادت همتي أكثر. في ناس عنده حب تحدي، دام أنك ماشي صح ما عليك من مثبطين، أوصل. أنا هدفي أن أصلح الدنيا تصلح الدنيا، أمش في هذا الطريق. يقول تدبرت، قلت له ليش كانت نيتك تصل؟ قال تدري ليش؟ كنت أنوي أن أعمل عملا ما حد سواه قبلي. في عرب قبلك وصلوا، وش تبي تسوي؟ في مسلمين قبلك وصلوا، وش تبي تسوي؟ قال لا لا لا، ما حد وصل إلى قمة إيفرست وأذن. أنا أريد أن أؤذن في مكان ما أذن فيه بشر، لآتي يوم القيامة فأقول يا رب أذنت في أعلى بقعة على وجه الأرض. إذا كان بلال أول من أذن، فأنا أول من أذنت في أعلى بقعة على وجه الأرض. وفعل الرجل. تدري شنو الصعوبة اللي مر فيها؟ تدري شنو التحبيط اللي صار فيه؟ تدري شنو الخذلان اللي مر عليه؟ لكنه في النهاية وصل من مجموعة قليلة، الغالبية ما وصلوا. وصل وعند الصور وهو يؤذن في أعلى بقعة على وجه الأرض. إذا كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذا أردت فكر في أعلى أمر، في أعلى مكان. لا تقول ما أستطيع، لا تقول الأمر صعب، لا تقول ما أقدر، لا تقول ما حد يساعدني. اشتبي بالناس، كن عصاميا. من العصامي؟ العصام الذي يعتمد على نفسه بعد الله عز وجل بس. لا تقول الناس، لا تقول فلان، لا تقول يعينوني، ما لك شغل بأحد. أنت إذا أردت أن تصل تستطيع أن تصل ولو لوحدك، لا وقت للراحة. ديننا دين عزم وجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز ومن الكسل. اللهم إني أعوذ بك في دعائه،
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. اسمع لهذا الرجل، أحد الإعلاميين يقول جئت إلى قرية، يقول لما وصلت للقرية صلينا، قرية بعيدة هجرة من الهجر، يقول صلينا في مسجد يعني بسيط قديم المسجد، يقول بعد الصلاة وحنا طالعين شفنا حبل مربوط في المسجد، حبل يقطع المسجد برا المسجد وبعيد رايح. يقول سألت بعض الناس قلت لهم شنو هذا الحبل، قالوا له ما تدري؟ قال ما أدري، أنا غريب جايكم. قال اتبع وشوف. يقول أنا وصاحبي مسكنا الحبل ونتبع الحبل وبعيد ومربوط، كل شوية مكان ويكمل، شوي مربوط بمكان ويكمل، مربوط على الشجرة وبين الشجر، وطلعنا على أطراف القرية وصلنا. يقول لين وصلنا إلى غرفة قديمة وفيها دورة مياه. يقول استغربنا، ولا في رجال سابقنا ودش بالغرفة، دخلنا نسأل، طقينا الباب، قال حياكم تفضلوا. شايب يقول عمره يمكن بالتسعين، سلمنا عليه فإذا به أعمى ما يبصر. سألناه قلنا يا حجي يا شيخ شنو هذا الحبل؟ قال هذا الحبل خارج القرية ها؟ يقول ربطته منذ سنين لأنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد في برده وحره، أعمى ما عنده أحد، من خارج القرية يأتي إلى المسجد كل يوم 5 صلوات في اليوم والليلة. تخيل بالحبل يمشي في الليل في الحر في البرد لا تفوته الصلاة أبدا. قال هذه كانت لأخي، أنا ويا أخي عميان، يقول توفى الله عز وجل أخي وبقيت أنا، وأنا أمشي على هذا الحبل طوال هذه السنين لأصل إلى بيت الله عز وجل فأصلي فيه. وبعض الأصحاء اليوم المسجد جنب بيته ويؤذن المؤذن، وربما يأتي إلى الصلاة كسلان. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس. صاحب الهمة العالية من يريد أن يصل إلى القمة ما يرضى إلا بالصف الأول. قال لو يعلم الناس، شوف الحديث، لو يعلم الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا. تخيل الصف الأول لو ما في إلا مكان، جيت أنت وصاحبك تركضون للصف الأول تمشون، وصلتوا مع بعض تتنازل له؟ يقول الحديث لو الناس يعرفون أجر الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا قرعة لاستهموا. الصف الأول هذا يا جماعة الناس جالسة ورا والمؤذن يقيم وناطرين الصف الأول يخلص عشان يصلون في الصف الثاني. شفت الهمم الدنية؟ يفترض الناس تتسابق إلى الصف الأول وتتقاتل عليه أصلا، وبعض الناس اليوم جالس هذا إذا صلى جماعة أصلا وينتظر من يصلي بالصف الأول. أن أين همتك العالية؟ أين الهمة الكبيرة؟ أول العمل هم وينتهي بهمة، الهم قبل الهمة، ترى يهتم الإنسان ثم تصير عنده همة عالية ثم يصل إلى القمة، لكن أين أصحاب الهمم؟ يقول علي ابن حسن ابن شقيق يقول كنت مع عبد الله بن المبارك ليلة، في ليلة باردة مثل الليلة، شوف البرد في ليالي أبرد بعد في المدينة هما، يقول كنت معه في ليلة باردة شديدة البرودة، يقول صلينا العشاء وخرجت معه أتذاكر معه العلم، عنده مسائل علمية بعد صلاة متى العشاء والبرد يعني إيش الليل طويل. يقول فجلست معه عند الباب واقفين أتذاكر معه العلم، تدري متى خلصوا؟ يقول فما انتهينا إلا والمؤذن يؤذن الصبح. تخيل من بعد صلاة العشاء واقفين، نسوا نفسهم يمكن 10 ساعات وهم واقفين يتذاكرون العلم. شوف اللي عنده هم عالية. الألباني رحمه الله، الألباني أحيانا كان يريد عنده في المكتبة الظاهرية
أحيانا يريد أن يبحث عن حديث في كتاب، وبعض الكتب عالية يصعد لها بالسلم فيرقى السلم ويأخذ الكتاب وهو يبحث عن الحديث، يدخل في بحوث ثانية ويدخل به العلم ويبحر 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 ويظل على السلم كم ساعة لين تغلق المكتبة وهو على هذه الحال، يجلس ساعات طويلة ينسى نفسه، ينسى أكله، ينسى نومه. تدري ليش؟ لأنه صاعد للقمة، ما يهم التعب. اللي قاعد يطالع فوق ويبي يصل للقمة يا أخوان ما يبالي بالتعب. تدري مثل الإنسان لما يصعد الجبل إذا وقف صعب، لازم يكمل لازم يكمل لازم يكمل حتى إذا وصل بعدين ارتاح. الآن لا وقت للراحة. يقول أحدهم، يقول دين فيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، دين فيه فإذا عزمت فتوكل على الله، دين فيه فإذا فرغت فانصب، دين فيه خذ الكتاب بقوة لا مجال فيه لأتباع عاجزين كسالى. هذا دين يبي أهل الهمة، يبي أهل النشاط. ليس فقط هذا يعني في ديننا، ترى في كل الناس، كل الأمم في أصحاب قمم، وللأسف بعض الناس تقاعست بهم الهمم. اسمعوا لامرأة فتاة، هذه الفتاة في أمريكا أيضا، أول ما ولدت أصيبت بالتهاب في الدماغ، التهاب بالدماغ، أصيبت بعدها مباشرة بالعمى والصمم، ما طولت كم سنة وصارت ما تشوف ولا تسمع. تخيل إنسان لا يشوف ولا يسمع، ايش راح يسوي بحياته هذا؟ لما كملت 14 سنة دخلوها مدرسة خاصة للصوم لما كملت 14 سنة قالت حق صاحباتها، قالت أنا راح أدرس في أفضل جامعة. ضحكوا عليها، اللي صاحي ما يقدر يوصل أفضل جامعة، أنت وين أفضل جامعة وين؟ تفوقت، أدخلت إلى مدرسة كامبريدج من أرقى مدارس أمريكا، بعدين دخلت أرقى جامعة في العالم هارفارد. هذه اللي ما تسمع ولا تشوف، خلصت الجامعة بأربع سنوات بامتياز بمرتبة الشرف، ألفت كتاب ترجم لخمسين لغة من اللغة العربية، قصة حياتي. هذه صارت من أعلم أهل زمانها، لا تشوف ولا تسمع. ولنا في زماننا عبرة، الشيخ بن باز إمام هذا الزمان لا يبصر، فقد بصره لكن عنده هم عالي وأعطاه الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا أخوان، اللي هم بحياته إنه والله يلاحق البنات، ولا يقحص بسيارة، ولا يقعد بالشوارع، ولا يسهر الليالي، ولا هم العالي إنه يلعب بلاي ستيشن. إن شاء الله، شوف الهم العالي، شوف القمة اللي عنده، مسكين هذا. ناس همها أن تفتح بلاد الأرض، سمعتم بنور الدين زنكي؟ هذا نور الدين يعني من أئمة الزمان في الجهاد في سبيل الله، صنع منبر وكانت فلسطين محتلة، صنع منبر لفلسطين للمسجد الأقصى، وأخبر الناس كلهم صنع المنبر وسنفتح فلسطين، وبدأ يسير الجيوش. الناس لما سمعت المنبر صنع ثارت همتها خلاص. وأنا سمعت قبل أيام أن الحاكم الشرعي في فلسطين اللي هو إسماعيل هنية، الدكتور إسماعيل هنية، أمر ببناء المنبر الجديد للمسجد الأقصى، أمر ببنائه. يعني جهزوا نفسكم يا أخوان، وأنا أخواننا في المسجد الأقصى، حول المسجد الأقصى في القدس، أخبروني قبل تقريبا شهور في الحج، مو الحج هذا اللي قبل سنة وشوي، قالوا لي يا شيخ والله بدأنا الآن نفكر في الوفود التي ستحج أو ستزور المسجد الأقصى، وين نسكنها وين نقعدها، من الآن جهزين المكان للوفود التي ستأتي تشد الرحال إلى المسجد الأقصى. نور الدين زنكي هذا اللي سواه، ثارت الحمية في الأمة وحرك الجيوش، سنفتح بيت المقدس، سندخل المسجد الأقصى، وبنينا المنبر. وجلس 20 سنة يحرض الناس، ومات الرجل ولم يستطع دخول فلسطين، لكن قام رجل من أتباعه اسمه صلاح الدين يكمل المسيرة.
فسار بالجيش صلاح الدين وفتح الله عز وجل على يديه، وجاء المنبر نفسه الذي بناه نور الدين زنكي فوضع في المسجد الأقصى، وفتحت فلسطين همة عالية حركت أمة كاملة. وين همتك؟ بما تفكر؟ أنا الإنسان اللي يقول لي أنا بس أبي أنجح بالمدرسة، هذا الله يعين على نفسه، لكن اللي يقول أنا راح أصير إن شاء الله ما راح أقبل بأقل من الدكتوراه، لا تقول لي شيخ العوائق أمامي، ما عليك، عندك همة توصل، والله لو طالت بك السنين، والله لو تبر عليك السنون بلا يعني محاولات، بس استطعت أن تفعل سوف تفعل إن شاء الله يوم من الأيام، لكن اجعل لك هم عالي. تحفظ القرآن سهل، امرأة عمرها 60 سنة والكبير صعب يحفظ، قررت أن تحفظ القرآن فحفظت كتاب الله عز وجل كاملا، مو جزء ولا جزئين، حفظت القرآن كاملا. يقول ابن القيم أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، تبي النعيم اترك النعيم في الدنيا، اسعى لهذا النعيم في الآخرة. اسمع لهؤلاء الناس الذين وصلوا إلى القمة إلى الأعالي. هذا رجل اسمه طلحة بن عبيد الله، شوف أين وصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إليه، يمشي حي. طلحة بن عبيد الله من الناس الذين قضوا نحبهم، شفت الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، في واحد كان يمشي ما قضى نحبه حي، وكان النبي يقول لأصحابه هذا ممن قضى نحبه، يعني كأنه خلاص هذا ضمن الجنة. من المؤمنين رجال، صير منهم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خلك من هؤلاء الرجال الذين بإذن الله عز وجل يفتح الله عز وجل بهم الأمة. ما ندري هل مئات الجالسة يمكن يطلع واحد منا ممن يفتح فلسطين، ليش لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المهدي في زمن المهدي يدخل الجيش، وين يروح؟ جيش الإسلام يدخل أوروبا، يفتح الرومية، وين الرومية؟ إيطاليا، بلاد الفاتيكان هناك يفتحها المسلمون. شفت البلاد المسيحية النصرانية اللي كلها نصارى، يعني مثل ما نقول مكة بالنسبة لهم الفاتيكان إيطاليا، هذه سيفتحها المسلمون، يمكن تكون أنت منهم. وهم في هذا الفتح يتقدمون يتقدمون يتقدمون، الشيطان يصرخ، الشيطان الآن خايف، وين وصلوا؟ افتحوا أوروبا كلها، وصلوا الناس يبي يفتحون، يصلون لندن هذين، أوروبا كلها تصير إسلامية. فيصرخ الشيطان فيهم كاذبا يقول إن الدجال قد خرج فيكم، ليش؟ علشان يرجعون، الدجال طلع وأهالينا هناك، كل واحد يرجع لأهله، على الأقل الدجال أعظم فتنة هذه، والدجال ما خرج، لكن بعد كلامه بقليل يأذن الله له بالخروج، هو ما كان خارج. فش يسوي القائد المسلم في ذلك الزمان؟ يبي يتأكد، يرسل طليعة، طليعة تطلع من أوروبا ترجع وين؟ الجزيرة، تبي تتأكد الدجال طلع ولا ما طلع. شنو الطليعة هذه؟ 10 فوارس أهل خيل، فرسان، ناس أبطال شجعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعرف أسماءهم، يمكن يطلع واحد منا صح ولا لا؟ كل واحد فينا يتمنى يكون منهم. يقول أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ، خير المجاهدين في ذلك الزمان، كلهم يتقدمون ليستطلعوا الأمر، أخرج الدجال أم لم يخرج. حط لك همة عالية، من سأل الله الشهادة بالصدق، لو كان صادق من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. اللي عنده نية عالية ما يضيع وقته، اللي عنده همة عالية بيوصل للقمة يحط له هدف، يقسم، يحط له وسائل، يحط له كل شيء. تبي توصل للقمة بالدراسة، بالتجارة،
بالعلم بالعمل بأي شيء نافع أخروي ولا دنيوي، كله إذا عندك همة عالية حط لك هدف والهدف يكون واقعي وتحط لك وسائل ورح توصل بإذن الله عز وجل. أما أنك سبهللة جالس ما تعرف متى تقوم، بعض الناس لما ينام تصدقون والله في ناس ينام حتى الساعة محاطة ما يدري متى يقوم، صدقون في ناس كذي يقول أنا متى ما قمت قمت، الله كذي حياتك ضايعة، شو الحياة هذه؟ لا عنده شيء اسمه قيام ليل، لا يعرف شيء اسمه صلاة فجر، لا يقوم من الصباح الباكر يحفر الأرض يكدح حتى لو الأجر الدنيا لكن يعمل، رجل عنده هم عالي. في ناس أبدا أبدا ترى ماكو شيء، حياته ما يدري إيش عايش أصلا. لا تقول لي يا شيخ ما أقدر ما في مجال، لا في مجال، لو تريد أن تعمل في مجال، لكن ضع لك هدفا ستصل إلى القمة بإذن الله عز وجل إذا أردت أن تصل. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم مثال إذا الإقدام كان لهم ركابا. إذا أردت أن تصل بإذن الله عز وجل ستصل، فإذا عزمت فتوكل على الله، طريقنا إلى القمة شاق لكنه لذيذ وممتع، وإذا وصلت إلى القمة هنالك الراحة، هنالك الراحة. استعن بالله عز وجل ولا تعجز، وابدأ من الآن، ضع لك هدفا في الحياة، وبشر إخوانك يوم من الأيام بأنني قررت في ذلك اليوم وفي ذلك المخيم نويت أن أفعل كذا وكذا وأعانني الله عز وجل ووصلت إلى ما كنت أريد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه.